وانا هنا عايز اتكلم على الكوره شويه. طموح اي زملكاوي انه يكون بطل. فكره، وانتوا عارفين كويس جدا ان فكره اللعب على بطوله محليه السنه دي انتهت الا في بطوله واحده وهي بطوله كاس مصر. فكره المنافسه على المركز الثاني والثالث هي ليها هدف، هو الوصول لدوري الابطال. انتوا عارفين السنه دي هيكون في حاجه اسمها سوبر ليج، وهيكون في دوري الابطال، وهيكون في الكونفدراليه. صراحه وانا بتفرج كده على فرق الدوري السنه دي، وبتفرج على فريق نادي الزمالك وما يقدمه من مباريات، سواء مع مستر فيريرا من بدايه هذا الموسم او مع مستر اوزاريو اللي ما زال يعني في اول سلمه مع الفريق الاول يعني. بس كانت شايفه فيريرا مش كويس في يعني السنه الثانيه، وشايفه ان مفيش توافق، وشايفه ان هو مدرب كبر في السن وكان لازم يرحل، وما بيديش فرصه للمساعدين بتوعه، والمساعدين بتوعه مشيوا، وان فيريرا قبل ما بنت ابن زوجته يتوفى غير فيريرا بعد ما ابن زوجته توفى، والوضع اختلف. على العموم كل الاحترام والتقدير لمستر فيريرا، يعني شخصيه مرموقه، واضاف لنادي الزمالك منذ ان تولى تدريب هذا الفريق 2014 2015 وصنع بطولات كتيره مع نادي الزمالك. جاء مستر اوزوريو وهو مدرب كبير، كان اختيارنا الثالث كلجنه كوره. بدانا بالالماني، ثم كان هناك مدرب اسباني، اختلفنا شويه برضو على شخصيته بعد كده، وكان اوزوريو جه وله سي في قوي جدا جدا، اي هيختلف على السي في بتاع مستر اوزوريو. طيب هل يا جماعه ارجعوا لي كده، هل مستر اوزوريو هو السبب بطريقته في مستوى الزمالك ومستوى لعيبته؟ يعني من شهر يناير اللي فات يا جماعه واحنا بنقدم مستويات وحشه قوي، او من بدايه الموسم كمان على المستوى البطولات، يعني خسرنا السوبر مع مستر فيريرا، خسرنا لوسيل في بدايه الموسم، وخسرنا بيراميدز مع مستر فيريرا واحنا بنلعب ب 11 لاعب امام 10 لاعبين، وخسرنا بضربات الجزاء الترجيحيه، وخسرنا من اسوان، من المحله، من امبي، يعني من الاهلي، تعادلنا مع بيراميدز في الدور الثاني، اتغلبنا من الاسماعيلي، اتعادلنا مع المقاولين، تعادل معانا في اخر وقت الضايع، اتعادلنا مع الداخليه في الوقت الاخير من اللقاء. يعني قولوا لنا يا جماعه بس عشان انا مش ناسي، والنتائج بتاعتنا يعني اتعادلنا مع الداخليه في الدور الاول في الوقت الضايع بهدف ليوسف اسامه نبيه. يعني لا، نتائجنا في حاجه، في مشكله يعني. طيب رغم كل النتائج السيئه دي وكل النتائج اللي هي غير منطقيه والاداء السيء، السيء بمعنى كلمه سيء، لنادي الزمالك هذا الموسم، ناس كتير مثلا وهي زملكاويه يقعدوا يتفرجوا يقول لك مثلا يا ساتر، تعادلنا 8 واتغلبنا 7 ماتشات يا جماعه، يعني موسم لسه ما انتهاش، تعادلنا 8 واتغلبنا 7، ده يعني حاجه كارثيه يعني. فما تيجي تقعد تفكر كده، يعني مثلا ناس تقول لك ايه، يا سلام لو الزمالك يجيب الياس الجلاصي اللي هو بتاع المصري ده، لعيب كويس قوي في نص الملعب، يا سلام لو نجيب لاعب اللي هو كان بيلعب في الجونه دلوقتي بيلعب في الاسماعيلي في نص الملعب، مش فاكر مين، ايه، سيرجي اكا، تمام، يا سلام معرفش لو جبنا مين من سيراميكا، يا سلام لو محمد ابراهيم يرجع لنا، يا سلام لو مثلا جبنا معرفش مين في كذا، كله يا سلام يا سلام يا سلام، تمام. اما تيجي تشوف الفرق دي اللي بيلعب لها اللعيبه دي، هتلاقيهم ترتيبهم بعد الزمالك، ترتيبهم بعد الزمالك في ترتيب الدوري العام. يعني معنى كده ان الزمالك في اسوأ حالاته. في فرق بتمتلك مجموعه من اللعيبه الكويسه، في فرق بتمتلك نص ملعب جامد،
في فرق بتمتلك حارس مرمى جيد، في فرق بتمتلك راس حربه كويس، في فرق بتمتلك لعيبه اجانب اعلى من اللي عندنا، لكن ترتيبهم في جدول الدوري العام بعدينا بكتير. فما اجي اقعد افكر كمان انا كزملكاوي يعني امبارح اتعادلنا، لو كنا كسبنا مثلا المقاولين بتاع، طبعا اكيد احنا كزملكاوي عايزين نكسب، بس في النهايه هو مش طموحنا ان احنا ناخد بطوله، يعني مش طموحنا قصدي ان احنا نطلع تاني او تالت، احنا طموحنا ناخد بطوله، ده الطموح الطبيعي، ان احنا واخدين الدوري السنه اللي فاتت والكاس، والسنه اللي قبليها واخدين الدوري وواخدين سوبر افريقي واخدين ماتشات كتيره قويه وكسبنا النادي الاهلي في نهائي الكاس، يعني طموحنا مختلف، طموحنا دايما على رايح للبطوله. السنه دي جبنا بعض اللعيبه ما اثبتوش ذاتهم سواء على مستوى الاجانب او على مستوى الاصابات او على مستوى الاراده والطموح، حصل يعني عدم توفيق في اختيار بعض اللعيبه السنه دي يعني، وما كانش في استقرار فني وما فيش استقرار اداري ولا استقرار مالي.